عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كي درتوا مع هذا البرد؟ جيسبر تكونوا كلكم لاباس. اليوم ان شاء الله واحد الفيديو غادي نهضر على واحد الكتاب ديما تنبغي نهضر عليه، و ما تيكونش عندي، اما ما تيكونش عندي الوقت، يا اما ما كنكونش ما كنكونش في الدار باش نقدر انني نصور ونهضر على خاطري. دونك اليوم كنستغل انني كاينه في الدار باش نهضر على هذا الكتاب. هذا هذا الفيديو راه فيه غيكون فيه شويه ديال الهضره، يعني الناس اللي ما باغينش كيبغيوش تطول في الفيديو وما فيهم ما يسمع ل كو دو بلا بلا، بلا ما تكملوا الفيديو غير خرجوا. دونك كيف ما كتشوفوا في هذا الكتاب، هذا الكتاب سميتو كونسير تيرمينال كومون جي غيري دو لامبوسيبل، يعني كيفاش انني تشافيت من حاجه اللي هي مستحيله انني نتشافي منها. هذا ديال واحد لو فرونسي عنده واحد لاشين يوتيوب سميتو ها سميتوها بونس كتبان ها هي غي تينين بوم. جو بونس كو جيسبر انني نكون نطقت الكنيه ديالو مزيان. هاد السيد هانو انا من لا دوزيام فيديو عرفتو انه غادي يخرج منها. لاشين ديالو رائعه بكل ما فيه الكلمه من معنى، مختصه بالسرطان، فيها تجارب خطيره، فيها تجارب رائعه، يعني كتحيي الامل في واحد مريض، خاصه مرضى السرطان. الله يشافينا والله يعافينا من هذا المرض. هذا احنا كلنا عرضه لهذا المرض هذا، يعني ماشي نقول حقار يعني كنا كل داك الشيء نقي ولا هذا، راه ماشي عرضه، لا كلنا عرضه لهذا المرض هذا. دونك ربي اللي كيستر وصافي. قلت لكم انا من لا دوزيام فيديو عرفتو غادي يخرج منها. علاش؟ بالطريقه ديالته كانت عنده واحد لا موتيفاسيون، وكانت الطريقه ديالته كيفاش كيقلب على المعلومه. تبارك الله تعامل مع هذا المرض هذا بواحد الذكاء ما شاء الله عليه، عجيب. دونك انا هذا الكتاب هذا شريته في 2021. فاش شريته في لو موان 9 سبتمبر 2021 قريته وعاودت قريته، وكنقول خصني ولا بدا ولا بدا نحط ان بسي ريزومي، واحد الملخص في لاشين ديالي كمساعده او كاحياء للامل للناس اللي عندهم هذا المرض هذا. انا شريته باش نشجع، يعني ك بور لو سوبورتي، يعني واحد بحال نقولوا درت واحد لو جيست، ان بوتي جيست ليه، لانه هو عنده واحد الرساله باغي يوصل لواحد لي بوت، الله يسهل عليه. دونك انا بالنسبه ليا كوحده ابوني اللي عنده يعني درتها كمساهمه مني كان بسيجيست في هذا الكتاب، وعنده ان دوزيام ليف حتى هو كنت بغيت نشريه، مي مالوغوزمون القوانين ديال الديوانه ديال خفت نشريه، وغادي خفت لي يديروا لي تاني شسين واجيم وخلصي عليه وديري وهذا وسير طلعي وهبطي وهذا. بقات ساعه ما عرفتش كومون سا سباس في لا دوان، مي الا خديت شي حاجه من برا، ديجا خديت شي حوايج من برا وصراحه ندمت ندم السنين. دونك الساعه هادي نشوف شي حد الا كان برا هو اللي نخلصو، وإلا كان جاي المغرب يجيبو ليا. دونك هذا ما كان لو دوزيام ليفغ ديالو حتى هو سي انتريسون. الوغ دونك السيد هذا نبداو فاش اش نهضر على هذا الكتاب هذا، هضر على ليكسبيريونس ديالو كيفاش تتصاب بال بال بالكونسير، كيفاش حتى هذا الكونسير هذا تهيئ، وهضر على الطريق اللي مشى عليها باش يلاه حدد النظام الغذائي اللي غادي يوالم لو كور ديالو، حدد النظام الغذائي ديالو اللي مناسب ليه، وهضر على سميتو الماكله اللي تياكل. قبل ما هضر على الماكله هضر على الصيام لو جون، هضر على لوتوفاجي مراحل الالتهام، هضر على المعادن الاساسيه اللي خاص ولا بدا تكون يركز عليها مريض السرطان، هضر على لي بروتوكول اللي عنده هنايا لي 4 اسونسييل ديالو، يعني لي بروتوكول ديالو الخاصين به هو.
وهضر على لي ريزولطا ديكزامان، لو بيلان، لا فيكتوار ديالو، و لي دات كلي دو سا غيريزون، يعني هذوك تواريخ اللي فرح فيها، وتواريخ اللي كانت فيها تاريخية بالنسبة لي ديال الشفاء ديالو. هاد السيد هذا هضر، أول حاجة هضر عليها أنه قال لك تقريبا جا الكونسير وهو عنده 70 عام، جو بونس 70 عام، وقال لك 50 عام وهو كيهيئ لهذا المرض هذا بلا ما يعيق. هو كان اخر همه هو انه ياكل شي حاجه نقيه، او لانه يبدل العادات السيئه ديالو، سواء في النعاس، سواء في الماكله، سواء في الستريس، سواء كيفاش كيتعامل مع المشاكل، كيفاش كيتعامل مع الستريس الخدمه، مع المشاكل العائليه، وبالتالي كيف ما قال لك هو انه فرش لهاد المرض هذا لمدة سنين، يعني اكثر من 50 عام. قال لك هو في الماكله ديالو كان كياكل لا فيوند روج بزاف، كان كياكل، راكم عارفين هو عايش في امريكا، راكم عارفين الاكل كيفاش داير في امريكان، راكم عارفين كيعتمدوا على السكر، كمية مهولة من السكر عندهم. إذا ملي كتمشي تقدم من لي ماركت عندهم المعلبات لعلك ترضى، عندهم المواد الحافظة بكثرة، عندهم شحال من حاجة ما محيدينهاش في أمريكا بارابور لوروب. لوروب هكا كاين بزاف الحوايج اللي ممنوعة، او لك يكتبوها لك وانت عليك تختار تحيد ما تشريها ولا ما تشريهاش. امريكا اليومين هذا كاين بزاف ديال الحوايج ما كيهضروش عليها، يعني ما كيمنعوهاش. دونك كيف ما قلت لكم، دونك لو سيستيم دو في ديال امريكا راه باين، يعني انسان الا ما حداش راسو تنبانك راه غادي يدخل في المشاكل الصحيه اللي كيعاني منها المجتمع الامريكي. دونك هو بالنسبة لي آخر همه هو أنه يبدل العادات الغذائية ديالو. الصباح ياكل دائما لو كرواسون، الصباح كيمشي للغيستوران كياخد ما لذ وطاب، ما كيشوفش شنو في لاسيت ديالو. وبحال دابا مثلا من يلاه كان كي زعما كيجي كيقترحوا عليه أنه ياخد اون سالاد فيها لي كروديتي، فيها هذوك فيها اي حاجه خضراء وتكون غيش، كيقولوا محيدوا عليا هذا البلا، هذا هذاك لي سالاد سي بور لي فاش، يعني هاد الشلاضه راها مخصصه غير زعما على البقر اللي تياخذوا هاد اللي تياكلوا هاد النوع زعما هاد لي زيرب، يعني اللي تياكلوا العشب بالدارجة. شوف التفكير ديالو كيفاش كان. المهم دونك من بعدها جاتو في 63 عام، كان كي يمشي بالليل بزاف، كان كي يمشي اعزكم الله للمرحاض باش يلاه بوغ اوريني، و كان كيمشي با مال دو فوا. مشى عند الطبيب كيقول لي ما عندك حتى حاجه، وما عمر شي واحد ما دار ليه التحليله ديال البي اس ا باش يلاه يشوفوا شنو المشكل، علاش كيمشي ينوض بزاف. من بعد ولات عنده اون فاتيك انتنس، يعني عنده واحد التعب مزمن، يعني بداو بزاف ديال بزاف ديال لي سامبتوم ولاو فيه، كيحس بيهم، كيحس بزاف ديال الاعراض. قبل من هاد الاعراض بعدا قال لك حياته كامله زعما كان عنده بزاف ديال
مشاكل في صحته، يعني كان عنده ديابيت دو، كان عنده سميتو الكوليسترول، هايبرتونسيون، التونسيون كيطلع عليه، عنده الكوليسترول، كانت عنده بارفوا كيجي ديال كريز ديال الصدفيه ديال بسورياسيس، كان عنده يدو اليسرى كترعد بزاف، كان عنده اي واحد فات 60 كيفوت 60 عام كيبدا ماشي نقول اي واحد، مي اكثريه كيبداو عندهم هذوك لي دولور ارتيكولير، يعني العظام ضر كيضروه العظام بزاف، كيضروه ظهرو. كان عنده حصوات في الكلاوي، دي كالكول رينو. المهم، وكان عنده واحد لا دولور، عنده واحد الضران في المولي ديالو مجهد. انا كنت كنشوف لي فيديو ديالو، كنت كنسمعو تيقولها. وبإضافة كان عنده واحد دو سور بوا، كان عنده تقريبا وصل ل 130 كيلو. دونك هادشي كامل ادى الى انه ديفلوبا هاد المرض هذا على راحته، يعني عنده كاع الاسباب باش انه يديفلوبي هاد المرض هذا. قلت لكم ملي داروا ليه البي اس ا لقاو بانه طالع بزاف، ومن بعدها ملي داروا ليه لي زيكزاما وهذا، لقاو بان عنده كونسير ميتاستاز، كونسير ديال البروستات، سي ان كونسير ميتاستاز، وسميتو يعني خرج من البروستات، لو عنده دي غونغليون في سميتو في لي بومون، انتشر في لو كور ديالو. الطبيب لونكولوج قال لي ما عندك ما نديرو، سي فوتو، صافي، يعني تسنى الموت ديالك. مشى عند شحال من اونكولوج، مشى عند في امريكان، نفس الهضره تيقولوا ليه، هز الطياره مشى لفرنسا، لدرجه ان واحد زعما قال لي زعما التغذيه وداك الشيء راه ما عنده ما يدير لك، الشيء راه ما عنده ما يدير لك، راه صافي سي فوتو. خرج مشى كياكل، غادي ضحكني فيها، مشى كياكل اي حاجه بغاها كلاها، ولكن ملي كان واخد الطياره قال لمرتو، قال لها غادي نتقاتل، ما تستوعبش انه غيموت، ما استوعبهاش، غادي يتقاتل. قبل ما انه يقلب على بلان بي، مشى دار لا شيميوثيرابي، سي ما دارهاش لانه ما عندها، قال لي الاطباء ديالو ما عندها ما دير لك. داروا ليه واحد لانترفونسيون شيروجيكال، المهم ندم عليها، واحد لان بتيت انترفونسيون، يعني باش يلاه غير يغالونتي، وهداك هذوك لي سيلول انهم يبقاو يتكاثروا. وخداو شي تريتمون، دي تريتمون اخرين بلا ما نذكرهم، وصافي. ومن بعدها ملي لقى راسو بان ما داكشي ما مسلكش، يعني بحال قلتو لقى دي فوس زانفورماسيون، يعني داكشي اللي داروه ليه نورمالمون ما عندوش دور، ماشي ادابتي ليه هو بالنسبه لسنه هذا. وبالتالي قلب على اوتر شوز، بدا كيقلب على الابحاث ديال الباحثين اللي خداو جائزه نوبل، منها واحد الباحث سميتو اوتو واربرغ، اللي خداها وقيلا في 1931، حتى لجيمس اليسون اللي خداها في 2018. يعني هاد الابحاث كامل قراهم، ولقى بان كاين واحد التناقض ما بين الابحاث، هادشي اللي كيقولوا هاد الناس، وما بين داكشي اللي كتقولوا كيقولوا الطب الحديث. دونك هما تيقولوا بان هاد سورتو هاد اوتو واربرغ تيقول بان الكونسير سي اون مرادي ميتابوليك، يعني هي واحد المرض اللي ناتج على واحد الخلل في قلب الخلية، يعني بأن هذيك الخلية كيفاش نقول بالعربية،
هذيك ما كتبقاش قادة انها تنتج الطاقة وانها تنفس، يعني هذيك التنفس ديالها كيولي شي حاجة لي امبوسيبل. ومني ما كي بحال قلتو نقدروا نقولوا ما كتوصلش الاكسجين، نقدر نكون غالطة، مي باش نحاول نفسر بالدارجة شنو مكتوب في الكتاب. ومني ما كيوصلش لها الاكسجين كتبدا تنقسم بواحد السرعة جنونية. هذا هو كان هذا هو المركز ديال هذا البحث اللي هو قراه واللي دخل ليه دماغه. وبالتالي شنو اللب ديال هاد البحث هذا؟ هو اننا اي واحد، يعني ماشي تاع واحد اللي مريض بالكونسير، يعني حنا كاملين كنزيدو نكبروا كاين واحد كيكون واحد النقص في لي في في لي فونكسيون او في الخدمه ديال لا ميتوكوندري. شفت كيفاش غنطقها بالعربيه؟ ميتوكوندريا واقيله. هاد لا ميتوكوندري مؤخرا سمعت عليها وقريت عليها حتى ضرني راسي. المهم نخلي لكم سيروا قلبوا شنو هي هاد لا ميتوكوندري باختصار. واحد التفسير بسيط ديال هاد لا ميتوكوندري. لا ميتوكوندري هي اللي كتعطي الطاقه الجسم ديالنا، ماشي الجسم ديالنا، لا سيلول، وبالتالي هي اللي كتعطينا الطاقه. هي باش هذيك الطاقه كتكون عندنا واصله لدرجه ديال الكبيره. بحال قلتو ها هو كتبها، هي لا سونترال انرجيتيك دو لا سيلول و سو برودوي لا ريسبيراسيون سيلولير. هي مركز حيوي ديال الخليه فين كيتنتج وفين كي 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 كيكون التنفس ديال الخليه او لا ريسبيراسيون سيلولير. انا غير ترجمت كلمه بكلمه، ولكن بالعربيه غادي تكون جمله اخرى، ولكن انا عاب كنحاول نفسر بالدارجه باش تفهموا شنو مكتوب. ماشي هي الهضره ديالتي انا، شنو مكتوب شنو كاتب، وهذا الشيء راه الريزومي ديال 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 الباحث اللي هدر على هاد القضيه هادي. شنو هما اللي كيهبطوا من هاد الخدمه ديال هاد لا ميتوكوندري؟ بزاف الحوايج. كاين العامل النفسي، العامل النفسي عنده واحد الدور كبير 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 كبير. وكاين كاع هادشي حنا اللي كناكلو، والتلوث، جميع انواع ديال التلوث، وسميتو والماكله اللي كناكلوها الخايبه، يعني واحد كيكون واحد واحد لاكوميلاسيون ولا تراكمات ديال السنين. هنايا قال شنو هما الحوايج اللي كي اميليوريو او اللي كي يحسنوا من الخدمه ديال لا ميتوكوندري او لا فونكسيون ميتوكوندريال. هنايا قال لاسيتيل كارنيتين، هذا راه انزيم راه كيتبع كوم كومبليمون اليمونتير، ولكن خصكم تاخدو شي حاجه نقيه، وراه سي با ايفيدون انكم تلقاو شي حاجه زعما ثمن حنين. الثمن راه تيكون غالي، ملي كتكون شي حاجه نقيه كيكون الثمن غالي، ولكن يستاهل الا كان انسان مريض وعنده امكانيات انفيستي. كاين لا فيتامين بي، كاين لاسيد الفا ليبويك، لاسيد الفا ليبويك رائع 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 رائع، وكاين الكوانزيم كوديس الغني عن التعريف، وهذا كاع هو البطل ديالو. دونك هادي زيدوها في الراس. الوغ شنو تاني غادي نشوفو؟ غادي نشوفو على لو جون. نهضر في هاد لو شابيتغ هذا، هضر على الصيام. الصيام قرا واحد البحث ديال واحد جو بونس واحد الباحث اللي هو جابوني جو بونس، نسيت على سميتو، ا
الوغ هذاك لو هذاك لو شيرشور اللي هضر على لوتوفاجي في المشكلة ولا في المرض ديال السرطان، خدا جائزة نوبل في 2016. هانتوما اون 2016 بيولوجيست جابوني يوشينوري اوشيمي هو اللي دار واحد البحث مفصل على هاد الالتهام كيفاش كيوقع، وكيفاش انه كي عندها واحد الكلمة وعندها واحد الدور كبير في الشفاء من السرطان. يعني لقى واحد لقى بزاف ديال لي زانفورماسيون واللي عاونوه، راه كاتب الاطباء اللي عاونوه منهم اريك بيرش، منهم اونري جوايو، حتى هو يعني شاف لي فيديو ديالو، شاف دي ناتوروباط باش يلاه سميتو باش يلاه طبق واحد السيستيم ديال الصيام تبارك الله عليه رائع، بلا ما يدخل في انه يتوقع ليه شي ديكارونس، يعني يوقعوا ليه دي زاكسيدون، يعني مثلا يهبط ليه مثلا الحديد او يهبط ليه يهبطوا ليه لي مينيرو دان سيركو، يعني يهبطوا ليه المعادن، يوقع ليه شي، حيت باش انكم ديروا واحد الصيام ولمده طويله خص انسان يبحث مزيان ويعرف شنو غادي يدير ويشوف شنو اللي كيتماشى مع الدس ديالو، او لا انه يكون تحت اشراف مختص باش الله هو غادي يقيديه وغادي يكون معاه ويعاونه. هذا السيد دارت شي بوحدو، ما كانش زعما ممشاش عند شي مختص، ولكن كان يعني كيعرف لي كيعرف دي ناتوروبات، كيعرف هذا، ولكن كان خدمة انديفيديوال، خدمة ديالته هو.